نحن اجينا لهون شان نوقف مع اهلنا اللي بدير الزول اللي لاحوا ضحية استعمار غاشي. نحن اذا منفكر بس فكير انه بدنا نهجم على اسرائيل بمجلس الامن وكل الدنيا بتقوم وتوقف، اما امريكا قامت وضربت ديار الزول ما حدا حكى شيء. بدنا جايين لهون شان كل الرجال يحاسبوا يلي قتلوا ديار الزول، مو جايين لعنا مشان هيك بس منظر. نحن رح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا.